شكرا للصحف الوطنية كاملة اللي هي جات تواضع توجي تؤدي، مرحبا بكم. أنا فرحان وسعيد جدا اللي تواجدتوا معايا في هذا الاحتفال ديال البنت ديالي، ونتمنى إن شاء الله ندوزوا معكم تقضيوا معنا أنتم هذه الليلة هذه اللي هي غالية بزاف عندي بالنسبة لبنتي، ومرحبا بالجميع ومرحبا بكم حتى أنتم. بنتي نتمنى لها السعادة إن شاء الله في الحياة ديالها لا هي ولا المولاي السلطان ديالها، هذا هو اللي نتمنى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.